السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا مسجل وكالة جيمس 2009. طبعا كانت المشكلة معانا من السي دي، ما كان يقرأ السي دي، كان يدخل السي دي ما يقرأ، يدخل السي دي ويطلع من أول مرة. الآن كما تلاحظون السي دي الآن شغال معانا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا شغال معانا ما شاء الله تبارك الله، مع تحيات أبو لؤي، مركز الغرابي، الرصراص، خميس مشيد، 0572293722. لمتابعة كل جديد أرجو الاشتراك في القناة مع ألف سلامة.